رياضيا، أنهى المنتخب الوطني اليمني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج بنسختها 25 بالخسارة الثالثة على التوالي من نظيره العراقي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب البصرة الدولي. افتتح التسجيل لأسود الرافدين مصطفى ناظم عند الدقيقة 40، وضاعف النتيجة أمجد عطوان عند الدقيقة 64، وفي الدقيقة 72 سجل أيمن حسين الهدف الثالث من علامة الجزاء، وبعدها بدقيقتين عاد اللاعب ذاته لإحراز الهدف الرابع، وأحرز الهدف الخامس حسين علي عند الدقيقة 88. وشهدت المباراة تغييرات كثيرة في تشكيلة المنتخب الوطني اليمني ليظهر بمستوى كبير في الشوط الأول للمباراة، وكان أقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة، إلا أن المنتخب العراقي تمكن خلال الشوط الثاني من سد الثغرات واستغل بشكل جيد تراجع المنتخب اليمني بسبب ضعف اللياقة البدنية وارتباك الدفاع. بهذه النتيجة تصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الأولى بسبع نقاط ليتأهل إلى نصف النهائي، فيما تذيل منتخبنا جدول الترتيب برصيد خال من النقاط. للحديث حول هذه المشاركة ينضم معنا الصحفي الرياضي بشير سنان. سيد سنان، أهلا وسهلا بك. إذن مشاركة خجولة للمنتخب الوطني اليمني بنسخة خليج 25، ثلاث هزائم متتالية، برأيك ما هي أسباب هذه الهزائم؟ حياكم الله. دائما ما نتحدث عن يعني بعد مشاركتنا نفس السؤال، ما هي أسباب هذه الهزائم ولماذا وكيف؟ وأعتقد أن السؤال مكرر بالنسبة للسادة المشاهدين يعني متابعين للنشرة، ونحن نتحدث على الأساس ونشرح وأنتم تسألون، ولكن لا يوجد استجابة من الجهات يعني ذات الاختصاص. منتخب يعد قبل البطولة بأربع أسابيع. الفهلة التي متعمدة دائما من قبل قيادة اتحاد كرة القدم تجاه عدد المنتخبات الوطنية على وجه الخصوص المنتخب الوطني الأول تظهر بوضوح مع كل مشاركة، على وجه الخصوص مشاركة خليجية. نتحدث عن منتخب رائع يشبه الآخرين، ولكن ينقصه الإعداد. نتحدث عن إهمال متعمد، عن يعني يمكن وصف ما يمكن وصفه بتجهيل كرة القدم، تقديم كرة القدم أمام الآخرين. نعم. طيب، برأيك هل يتقدم الاتحاد باستقالته بعد الغضب الشعبي على هذه النتائج؟ طالبنا باستقالة الاتحاد قبل 10 سنوات أيضا ربما وأكثر، ولكن أرض من طين وأرض من عجين. اليوم نحن نتحدث بواقعية أمام ظروف يعني ظروف البلاد الحالية، لا يوجد حل سوى الإصلاح الجذري لمنظومة كرة القدم بشكل عام والاتحاد اللعب على وجه الخصوص. اليوم نرى الدول يعني المجاورة كيف تطورت، نتحدث على وجه الخصوص مثلا عن منتخبات البحرين وعمان أصحاب الهزائم التاريخية والمشاركات التاريخية الأسوأ في بطولات كأس الخليج. اليوم كلا المنتخبين أصبحا أبطال لكأس الخليج، وفي هذه الدورة على وجه الخصوص مرشحان للتتويج والظفر به إلى قبل البطولة. أيضا كيف يمكن أن يعني أن يتم تصحيح منظومة كرة القدم اليمنية؟ لابد من عمل، هذا العمل لا يأتي بالعشوائية، لابد من تطوير واستراتيجية خاصة لتطوير كرة القدم، لابد من رزنة مسابقات منتظمة، لابد من عودة الدوري، لابد من يعني البدء من الداخل وليس من الخارج، أن يأتي المدرب من خارج البلاد ليأخذ اللاعبين ليأخذ قوائم جاهزة، لابد من النزول إلى الأندية. هناك عمل كبير يجب أن يقوم به مسؤول كرة القدم اليمنية. نعم. إذا ما أردنا فعلا أن يعني نظهر بثوب بهيء أو يعني بصورة سؤال يعني أخير. نعم كابتن سنان، يعني سؤال أخير، يعني لماذا السؤال المكرر دائما، لماذا تظهر الفئات العمرية الشبابية دائما بأداء أفضل من المنتخب الأول؟ بالتأكيد في المسابقات السنية أو مسابقات الفئات العمرية دائما تكون الغلبة للموهبة، ولكن في المنافسات الكبار دائما ما تحتاج إلى التخطيط والإرادة والعمل. يعني هذا الطفل لما يجي موهوب أو يعني الناشئ عندما يأتي في سن 14 و 15 أو 16 سنة يلعب فطريا في الحارة في المدرسة في المنازل، ولكن عندما يأتي لاعبه من داخل بيوت بلا مسابقة بلا دوري بلا يعني بلا احتكاك مباشر بلا مباريات ودية
هذا ما يسمى يعني لاعبون انقسام فورمات المباريات. شاهدنا مثلا فرص احمد ماهر التي تناوب على اضاعتها خلال البطوله هذه، يعني ما تاتي الا في يعني من خلال الممارسه والاحتكاك ولعب مباريات وديه قويه. المنتخب بحاجه الى اعداد، ويعني اعداد لا يقل الفرق ما بين الناشئ وما بين يعني اللاعب في المنتخب الاول، فرق الموهبه والاستمراريه والتدريب وغيرها من العوامل التي بالتاكيد تصب لصالح الموهبه في الصغر. شاهدنا منتخباتنا السنيه نتفوق في جميع الفئات السنيه بوضوح، كعبنا عالي على منتخبات الخليجيه، وحين يكبر اللاعب تبدا الهموم، تبدا التفكير الامور التي تخص اللاعب، الامور الحياتيه، الوظيفه، الدراسه وغيرها من الامور ذات الصله بالشان الاجتماعي. بالتاكيد تعمل على تشتت اللاعب، ضف اليها اللي هو العامل البدني والارهاق والسن والاحتكاك والمنافسات، كل هذه غايبه بالنسبه للاعب. نعم، كل الشكر لك الصحفي الرياضي بشير سنان.